السلام عليكم جميعا يا أعزائي الطلبة. وعليكم السلام دكتورة. بشير معكم الشاشة عيني نعم، باين. إن شاء الله إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نبدي بموضوع تعريفي آخر. إحنا بدينا بأول محاضرة تذكرون بدينا بموضوع تعريفي واخذنا منه بعض المصطلحات وبعض التعابير والرموز واستخدمناها استفدنا منها واستخدمناها بعدين بالمحاضرات لاحقة. كانت كل هذاك اللي اخذناه كان ما يتعلق بالنوع الاول من الستاتستيك اللي هو نسمينه سكريبتيف ستاتستيك. احنا نذكر التعريف الاساسي للستاتستيك بالمحاضرة الاولى، قلنا is the science of نعم بسم الله الرحمن الرحيم is the science of collecting, summarizing, presenting data. طبعا هذا الكلام كله كان فيما يخص المواضيع الأولى اللي أخذناها سابقا وتعرفنا شلون نعمل عليها summarizing للداتا بشكل measurements مثلا أخذناها بشكل tabular بشكل presenting بشكل فيجرات اشتغلنا عليها. وبعدين حناخذ الجزء الثاني من التعريف اللي هو and analyzing data. هذا كلمة and analyzing احنا ذكرناها في المحاضرة الأولى، قلنا هذا يخص ان النوع الثاني من الستاتستيك اللي هو الانفرنشال ستاتستيك او statistical inference او analytic statistic احصاء استدلالي استنتاجي او تحليلي. كل هذا يعني نفس الكلام، فقط هذا اللي يخلينا الجزء الأول ما كان يخلينا نتخذ بينه conclusion and decision، لكنه في البارت 2 من الستاتستيك حيخلينا نقدر عندنا إمكانية أن نتخذ قرارات واستنتاجات حول أي موضوع إحنا في صدد دراسته. طيب إذا إحنا قلنا إذا and analytic statistic this is this analytic أو التحليل هذا حيمكنني من make decision and conclusion. حنبدأ الآن أيضا حتكون هاي المحاضرة تعريفية فيما يخص المحاضرات اللاحقة. حنبدأ الآن بها نعرف ونتعرف على ما في هذه المحاضرة. في نهاية هذه المحاضرة المفروض الطالب يكون يعرف ما يعني المين، عفوا ما يعني statistical inference، وكذلك الحال ما يعني type of errors. هاي إذا راح نأخذها إن شاء الله، وراح نأخذ أيضا statistical hypothesis وأنواعه. وعندنا ايضا الان حناخذ ان شاء الله تعريفات اخرى بسم الله نبدي بها ان شاء الله. نبدي الان سابقا اخذنا تعريف البوبوليشن وتعرفنا ان البوبوليشن is the large number of subjects or objects with a common observable characteristic. يعني احنا اخذنا البوبوليشن هو مجموعه من الاشخاص اللي يشتركون كلهم في صفه معينه. خلينا نقول مثلا طلاب جامعه الموصل، طلاب صف ثالث طب الموصل، هذا كله population. طلاب جامعة الموصل كله population. مجتمع الأطباء الموصل يعتبر population وهكذا. إذا هون كمثال number of babies born in Iraq in 2000 مثلا 4. طيب وقلنا هذا population بالتأكيد له size اسمه capital N، تفهم هون احنا نتعرف عينه اسمه capital N، له mean اسمه mu، وله variance اسمه sigma square. إذا هاي الآن دخلت عندنا احنا هاي حكينا عليها، قلنا بالنورمال ديستريبيوشن عندنا شيء اسمه مين ميو وفارينس اسمه سيجما سكوير. طيب عندنا أيضا تعرفنا على ما يسمى بالسامبل سابقا، وهو قلنا هو بارت اوف بوبوليشن، واحنا قلنا دائما ما دائما نحن ناخذ البوبوليشن، ما نقدر ناخذ بوبوليشن دائما، أحيانا يكون البوبوليشن مالتنا فاينايت وكان صغير ممكن ناخذه، لكن وحسب نوع الدراسة أحيانا يكون انفاينايت ما نقدر ناخذه، فنستعين عنه بالسامبل. والسامبل هو سب سيت او سب جروب اوف بوبوليشن يحمل نفس صفات البوبوليشن. وشفنا هون كمثال نمبر اوف بيبيز ايضا هو، لكنه قلنا ناخذها ان موسيسيتي بنفس السنه. اذا هذا هو السامبل اللي يحمل صفات نفس البوبوليشن ويمثل البوبوليشن تمثيل امثل. طيب قلنا السامبل ناخذه حتى يقللنا من reduce of time labor and money، يعني ما دائما اقدر اشتغل على البوبوليشن، على الاغلب يحتاج الى تيم يشتغل بينه،
بينما السامبل لا ما يحتاج الى تيم. طيب المعلومات اللي حصلنا عليها من البوبيوليشن كان اسمه السايز كانت كابيتال ان، للسامبل اسمه سمول ان، للبوبيوليشن كان المين ميو سبعينه قلنا، وللسامبل هاي السابقه كنا اخذناه اسمه اكس بار. كذلك حال الفاريانس بالنسبه للبوبيوليشن اسمه سيجما سكوير، وللسامبل اسمه اس سكوير. ما يتعلق بالسامبل كل هاي المعلومات السابقه اللي اخذناها، ما يتعلق بالسامبل نسمينه بالبارامترز. اذا هاي هي اسمها البارامترز اللي هي الميو والسيجما سكوير وكابيتال بي، اذا نحن ناخذ بروبورشن وهكذا، هاي نسميها بارامترز. اذا كل معلومه حصل عليها من البوبيوليشن نسميها بالبارامترز، وكل معلومه حصل عليها من السامبل، لان هاي المعلومات احنا حصلنا عليها من السامبل اسمها الستاتستكس. اذا انا عندي معلومتين او مصطلحين هاي نتعرف عليهم شيء جديد، هذه هي بارامترز وهذه هي عباره عن statistics. ايضا راح نتعرف على ما يسمى بالاستيميشن. احنا نعرف دائما الاستيميشن معنا يعني حتى احنا نقدر ونحصل على نتائج لهذه الدراسات اللي احنا بنشتغل عليها، نحتاج الى ما يسمى بالاستيميشن، وهذا هو التقديرات اللي احنا ناخذها من السامبل والنتائج مالتي بعد مقارنتها وتحليلها نحصلها، نحصل على conclusion أو decision. طيب كم نوع أنا عندي من الاستيميشن؟ عندي نوعين من الاستيميشن. الأول اللي هو إذا كانت الداتا مالتي كانت مقاسة measured، إذا من هي مقاسة بالتأكيد أقدر أحصل من خلالها على ما يسمى بالمين، عندي مين standard deviation. فإذا نوع الاستيميشن مالنا حيكون هوني خاص بالمين، إذا الدراسة مالتي أو التست اللي قد أشتغل عينه هو خاص بالمين. النوع الآخر إن لو أن كانت داتا مالتي ما كانت مقاسة non-measurable، إذا بهالحالة أنا عندي proportion. هذا proportion إن أيضا راح أستخدمه في اختبارات معينة، وراح نشوف إن شاء الله في محاضرات لاحقة، يعني من المحاضرة القادمة وإحنا رايحين إلى النهاية كلها راح نشتغل عليها على المين، ومرة نشتغل مرة نشتغل على proportion ونشوف شلون نستخدم هاي الاختبارات. راح يظهر عندنا مصطلح آخر جديد اللي هو طبعا هاي محاضرة جدا مهمة، لانه هاي المصطلحات وهالتعابير اللي قاعد نحكي عليها وهالرموز اللي نشرحها هي هاي اساس مالنا اللي احنا نعتمد عليها في المحاضرات اللاحقة كلها. طيب عندنا مصطلح statistical inference، الاستدلال الاحصائي، اللي هي طريقة الاستدلال الاحصائي هي عبارة عن process by which one draw conclusion and يعني تمكننا من اتخاذ قرارات وconclusion regarding population فيما يتعلق بالpopulation اللي حول الدراسة اللي احنا اشتغلنا عليها من السامبل. إذا أخذتوا أنا سامبل معين، أخذتوا منه نتائج أو بيانات، وأخذتوا هاي النتائج حللتوها بطرق إحصائية بعمليات إحصائية فقد process اللي من خلالها طلعتني فقد أشياء، ومن خلالها خلتني أعمل conclusion and decision حول هذه الدراسة. ظهر عندنا مصطلح آخر جديد اللي هو statistical hypothesis. ما هو statistical hypothesis؟ statistical hypothesis هو عبارة عن فرضيات إحصائية. الفرضية الإحصائية عبارة عن هدف. من أقول فرضية إذا هي عبارة عن هدف. statement about the parameter اللي هو مثلا قد يكون mu، قد يكون sigma، قد يكون proportion. تمام، إذا كانت عن اشتغل على measure data أنا عندي mu، إذا كان عندي قد اشتغل على non-measure إذا عندي proportion of population be sampled which may be or may not be true. قد تكون هاي الفرضية اللي قد افترضها أو الدراسة قد اشتغل عليها قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. يعني أنا قد اشتغل على درج مثلا معين، قد اشتغل على جهاز معين، على طريقة جراحية معينة، على أي شيء قد اشتغل، هذه هي هذا هو الهدف مالتي، إنه أريد أقول إنه هاي طريقة أو هذا الجهاز أو هاي هذا الدراج مثلا هذا هو الإفكتيف، هذا هو أكثر تأثير مثلا من السابق، اكتشفت فقط شيء معين أنا خلال الشغل مالتي أريد أثبته هذا الكلام. شو أثبته؟ إذا أقول إنه هذا الدراج مثلا هو إفكتيف، هذه الطريقة هي النيو ميثود مثلا هي كانت إفكتيف أكثر من الأولد أو من الستاندرد اللي كنا عم نشتغل عليها وهكذا. إذا نرجع نتعرف الآن على الهايبوثيسيس مالتي اللي هي statistical hypothesis. أنا statistical hypothesis عندي two hypotheses. الأولى هسميها null hypothesis
اللي هي يسموها edge knot. هاي النوت يعني صفر، هاي يسموها الفرضية الصفرية أو الفرضية العدمية. ليش سميناها بالفرضية الصفرية أو العدمية؟ سميناها بالصفرية أو العدمية بسبب أنه دائما تقول هذه there is no association, there is no difference, there is no effect مثلا وهكذا. إذا أنا بالنسبة لي كان هدفي أن أريد أثبت أنه هذا هو تأثير، هذا أكون علاقة بيناتهم، هذا كذا. إذا الشيء قد أريده دائما حضعه في مصطلح آخر أسمينه الإدج وان اللي هو الألترناتيف، بينما الإدج نوت هاي أنا أضعها أسميها نال هايبوثيسيس. أنا عندي تو هايبوثيسيس، نال هايبوثيسيس أند ألترناتيف، تو هايبوثيسيس ناتم متعلقين بنفس الموضوع. الأولى اللي هي النال هايبوثيسيس دائما تقول لا يوجد هناك تأثير، لا يوجد هناك علاقة وهكذا. طيب بينما لا يوجد هناك مثلا فرق ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. طيب then edge knot اللي هي النال هايبوثيسيس هي عبارة عن in general this term related particular hypothesis under test. هذه هي اللي احنا هنضعها الفرضية. ليش أضعها؟ أنا أضعها حتى أرفضها. ليش؟ هي عكس ما أنا أطلب، عكس ما أنا أطلب. طيب الآن لما أريد أثبت فقط شيء أقول الآن أقول أنه عكسه هو الصحيح وأشتغل بينه إلى النهاية. بعدين من أطلب حكيته بالبداية أقول إذن أشغلي هو الصحيح واللي ادعيته بالبداية هو كان خطأ. إذن دائما حتى أثبت أنه أنا صحيح أخذ العكس مالته وأشتغل علينه، وبعدين إذا كان رفضتونه هذا الشيء العكس اشتغلتونه حقول إذا الشيء اللي كان هو الصحيح. إذا الآن نرجع مرة ثانية أقول إنه هذه الهايبوثيسيس مالتي تو هايبوثيسيس عندي إيج نوت أند إيج وان، هذه هي الإيج نوت الفرضية العدمية، وعندي المقابل لها اللي هي الألترناتيف. الألترناتيف هو هذا الشيء، هذا هدفي أو هذا سؤال بالسؤال، هذا المطلوب من السؤال. دائما ما يعطيني بالسؤال أضعه بالألترناتيف واني هذا حسمينه إيج وان، وأد عكسه بالضبط حضعه في فرضية أخرى أسميها الإيج نوت. هذا هو اللي أنا عكس ما أطلبه أو ما أنا أهدف له في هذا الدراسة، في هذه الدراسة. نعم. طيب it's often hypothesis of no difference هذه الإيج نوت، تمام. otherwise هي حتكون لا there أكون هناك difference، وهاي قد تكون الالترناتيف، قد تكون single، قد تكون plural، قد تكون يعني فرضية واحدة أو فرضيتين. قد نرفض نرمز لي الإيج نوت بالنال هايبوثيسيس نرمز الإيج نوت، وللبديلة أرمز لها بالإيج وان، وأحيانا بعض المصادر يكتبها إيج أي ألترناتيف، يعني إما يسميها إيج نوت وإيج وان. النوت هي النال هايبوثيسيس والوان هي إيش، الوان هي البديلة لها، أو نسميها بالاسم الحقيقي اللي هي الإيج أي ألترناتيف. إيج أي يعني ألترناتيف. الفرضية النال هايبوثيسيس والبديل لها لهم عدة شروط وعدة أشياء. الأولى هسه نرجع نحكي عليها الفرضية، نقول بالبداية أنه الفرضية عندي two hypotheses edge not and edge one. الأولى مكملة للثانية، يعني إذا كانت ال edge not تقول لا يوجد هناك فرق، فالedge one تقول لا there's a, يعني هناك فرق the difference، تمام. وأحيانا تقول مثلا تقول الedge not تكون أكبر فالإجوان حتكون أصغر، أو العكس إذا كانت الإجنوط هي الأصغر حتكون الإجوان هي الأكبر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، إحنا قلنا أنه النال هايبوثيسيس أنا قد أضعها حتى أرفضها، لأنه هي ما هذا الشيء أنا أريده، الشيء اللي أريده حضعه دائما بالألترناتيف وعكسه بالضبط حضعه على النال هايبوثيسيس. طيب إذا عرفنا أن الإجوان هو يمثل لي هدف الدراسة، وقلنا اثنين هاتم متعلقين بالبارامترز، يعني أنا ما أقدر أضع ما أجي أضع الهايبوثيسيس مالتي النال والألترناتيف، حضع بيهم شيء اسمه بارامترز، يعني ما أقدر أضع بيهم إكس بار، أضع بيهم إس، أضع بيهم عفوا أضع بيهم مثلا إس أو أضع بيهم سمول بي، لا فقط متعلقين بالبارامتر وليس بالستاتستيك. ونضع ال قلنا تكتب شكلين، الشكل التعبيري وشكل ايش الرموز. يعني انا حاقول شكل التعبير مالته اللي هو ما يعطينا هو او ما يصيغه في السؤال، او هو عباره عن الهدف اللي يعني حاقول there is no association او there is no difference between مثلا group 1 and group 2. هذه كان بالإج نوت، والإج وان تقول لا there is a real difference between two groups A and B مثلا. طيب اذا الان نرجع مره ثانيه نقول انه
الهايبوثيسيس تكتب بطريقتين، الطريقة التعبيرية هاي أخذناها من صيغة السؤال أو هو الهدف، طريقة الرموز مثلا إيش أكتبها؟ حكتب إنه الميو مثلا قد أشتغل على المين، حقول ميو 1 يساوي ميو 2، والالترناتيف مات حتكون عندي ميو 1 لا تساوي لي ميو 2 إذا كنت على أشتغل على المين. لو كنت على أشتغل على البروبورشن وأنا عندي مجموعتين حقول كابيتال بي 1، هاي كابيتال اللي هو البارامتر مالتي البروبورشن للبوبوليشن يساوي كابيتال بي 2 اللي هي البروبورشن للمجموعة الثانية أو الجروب الثاني. طيب والإج 1 حيكون عندي كابيتال بي 1 not equal to كابيتال بي 2. قلنا أيضا إنه الهايبوثيسيس مالتي قد تظهر بشكل يساوي لا يساوي، وقد تظهر بشكل more than or شكل less than. طيب إذا كانت يساوي لا يساوي هاي حنسميها two tiled، وهاي حنتعرف عليها إن شاء الله بالمحاضرة اللاحقة. عندنا two tiled، وإذا كانت عندي الهايبوثيسيس مالتي بشكل more than أو less than حنسميها one tiled، وأيضا هاي راح نتعرف عليها في المحاضرة اللاحقة، فقط هاي عليها معلومة. طيب إذا هذه هي المعلومات كلها الخاصة بالهايبوثيسيس. حتكون عندي أرجع إلى مرة ثانية بسرعة، عندي two hypothesis edge not edge one، الهدف مالتي حضعه بالedge one، والedge not حيكون العكس مالته، الedge not دائما أضعها حتى أرفضها لأن هي عكس ما أنا قد أريد، واثنين متعلقين بالبارامترز وتكتب بالطريقتين، الطريقة الأولى التعبيرية والطريقة الثانية بشكل رموز. و قد تكون عندي الهايبوثيسيس مالتي بشكل يساوي لا يساوي، إذا كانت يساوي لا يساوي نسميها one tail عفوا two tail، وإذا كانت أكبر أو أصغر نسميها one tail، وقد تجي الهايبوثيسيس مالتي single، وقد تكون plural هي الألترناتيف. هذا كل المعلومات اللي خاصة بالنال هايبوثيسيس والألترناتيف حكيناها، وهاي كلش مهمة اللي حكيناها. طيب أيضا هنتعرف على شيء اسمه types of error، يعني أنا عندي أساساً ما يسمى بالفرضية الإحصائية، هذه هي الفرضية الإحصائية اللي هي الـ edge not، هاي هي الهايبوثيسيس مالتي edge not، وعندي decision. أحياناً ما دائماً الفرضية ما تكون صحيحة، قد تكون فرضيتي أنا قد أفترضها وقد أشتغل على فرض شيء ممكن يكون خاطئ ومن يكون صحيح. طيب وقد يكون القرار اللي قد أتخذه أيضاً وقد يكون بالموافقة أو قد يكون بالرفض. فالآن حسي عندي four cases. الكيس الأولى لو كانت الهايبوثيسيس مالتي كانت ترو وأنا قبلتوها، طيب أنا وقعت في خطأ معين، أكو مشكلة، فرضيتي كانت صحيحة وأنا قبلتوها، كان القرار قبول، أكو إشكال بالموضوع؟ لا ماكو إشكال، ماكو إشكال. إيش نسمينه هذا؟ هذا عنده بينه عدة أسماء. الاسم الأول اسمه probability، طبعا هون احنا كنا نحكي على probability، احنا اخذناها بالمحاضره السابقه وقد نستمر عليها. probability of ايش؟ accepting a true null hypothesis. probability of accepting a true null hypothesis، هذا من هذا الكلام، هذا هو عباره عن الاسم الاخر اللي هو اسمه true accept، تمام. الاسم الثاني اللي هو confidence level، تتذكرون احنا اخذنا normal distribution وخدنا هاي منطقة القوة بالوسط، وقلنا هاي سميناها، قلنا احتمال الخطأ سميناها بالبي، تذكرونه، وكان على أطراف الكيرف، وكان المنطقة الوسطية اللي هي منطقة القبول هي 95% تذكرها، هاي كان قلنا سميناها منطقة قبول أو منطقة ثقة كونفيدنس ليفل، هذه هي واحد ناقصا بي، تذكرون هذا الكلام عيني؟ إيه دكتورة. نعم. ونفس الكلام هو اسمه واحد ماينس ألفا. إذا كم اسم لوا؟ اسم الأول probability of accepting a true null hypothesis، اسم الثاني true accept، اسم الثالث confidence level، اسم الرابع واحد ناقص p or واحد ناقص الألفا، والاسم الأخير اللي هو اسمه true positive. طبعا هذا الجدول جدا مهم، بالرابع إن شاء الله تعالى أنا قاطعكم هون بشكل مختصر، بالرابع تأخذون بشكل تفصيلي وبينه تمارين وبينه حلول وبينه أشياء كثيرة. فقط هون اعطيك كميه فقط تعريفيه حتى يكون عندكم اساس للرابع من شان تاخذون وتتذكرون هذا الكلام. طيب اذا اخذنا الان الكيس الاولى اللي حكينا عليها، انا كانت عندي فرضيتي كانت صحيحه وقبلتوها. الكيس الثانيه، انا كانت الفرضيه اساسا خاطئه، تمام، وانا رفضتوها، خاطئه وانا رفضتوها، هل وقعت في اشكال؟ لا.
شيء خطأ أنا رفضتونه. طيب إذا إيش نسمينه هذا؟ نسمينه probability of rejecting إيش؟ a false null hypothesis. a false null hypothesis. إذا من هو؟ وهذا إيش نسمينه هذا؟ اسم آخر اللي هو اسمه true reject، اسمه power of the test، واسمه one minus beta. كذلك الحال اسمه إيش؟ true negative. واضح؟ يعني هوني أنا كان عندي الشخص الأول، هوني كان عند شخص هو جاء فحصتونه هو كان diseased، فحصتونه قلت له هو diseased، وبعتونه المختبر والمختبر طلع أيضا هو diseased، أكد الكلام، فإذا هو true positive ما عندي إشكال. طيب الكيس الثانية أش بين البيشنت هو؟ هو ما بينه شيء، تمام؟ ما diseased هو، صح؟ لكن غبت اتاكد من الكلام، فبعثت له للمختبر في تحليل معين، طلع لي ايضا هو ايش؟ طلع نورمال او طلع نيجاتيف، فاذا ايش؟ فهو ترو نيجاتيف، اذا ما عندي اشكال بالموضوع. واضح الكلام؟ هذا اسمه باور اوف ذا تيست، واسمه ترو ريجكت، واسمه 1 ماينس بيتا. طيب كيس اخرى، وهي الكيسيه راح نشتغل عليها هاي المحاضره والمحاضرات اللاحقه ان شاء الله، وهذا هو الموضوع اللي كندوخه كثير من الباحثين في الصحة أو باحثين آخرين في أي مجال آخر، اللي هي يقعون في مشكلة الـ P-value. هذه هي قيمة الـ P-value اللي هم يعني يعتمدون عليها عالمياً في قبول البحوث اللي نشتغل عليها. يعني البحوث اللي تنشر وما فيها الشغلات هذه تعتبر بحوث ضعيفة. قوة هاي البحوث في الاختبارات اللي نشتغل عليها وتحصيلنا على ما يسمى هذه بقيمة الـ P-value، هاي حنسميها الخطأ من النوع الأول، نشرح ايش معناته هذا الخطأ. طيب الآن الـ hypothesis كانت true، hypothesis كانت true، وش بيها؟ وش عملتوا لها بعدين؟ وش رفضتوها، تمام؟ المفروض ايش أعمل إذا كانت true؟ المفروض كنت أقبل بها، تمام؟ فكانت المفروض تكون عندي true positive. طيب ايش صار عندي هوني؟ وإن رفضته إذا وقعت في خطأ، نوع الخطأ إيش اسمه هذا؟ اسمه type 1 error. طيب عبارة عن إيش هذا type 1 error؟ هو عبارة عن probability of rejecting إيش؟ a true null hypothesis. أنا رفضته فرضية صحيحة، صح لو لا؟ يعني إيش بينه هذا؟ أنا هو أساساً هو كان إيش؟ كان المفروض نقبله. كان المفروض نقبله. إذا وقعت في خطأ اسمه false reject، تمام؟ وهذا يسمونه الاسم الثاني type 1 error، والاسم الآخر significant level p value or alpha. هذه كل الأسماء اللي هي خاصة بهذا النوع من الخطأ. إذا أنا عندي الخطأ من النوع الأول type 1 error، اللي هو عدة أسماء، اسمه p value، اسمه alpha، significant level، type 1 error، false reject، وايضا probability of rejecting a true null hypothesis. طيب هذا اسمه ايش؟ اسمه الفولس بوزيتيف. مثل ايش فولس بوزيتيف؟ يعني هذا يروح الشخص على الطبيب ويفحصه، هو ما بينه شيء، تمام؟ ما بينه شيء، ويطلع بالتيست مالته ايش بينه يطلع؟ يطلع مريض، تمام؟ واضح الكلام عيني؟ إذا هون وقعت في خطأ من النوع الأول، وهذا اسمه الفولس بوزيتيف. هذا دائما موجود عندنا في المختبرات وفي التشخيص. طيب عندنا نوع آخر من وقلنا هذا راح نعتمد عينه، هو بس هذا راح نعتمد عينه في هذه المحاضرة والمحاضرات اللاحقة. هذا اللي يهمنا احنا. أيضا احنا ناخذ معانا الكونفرنس ليفل ونشوف شلون راح نستفاد منه. طيب الكيس الأخيرة اللي هي أنا عندي ايش؟ عندي هايبوثيسيس، وهاي هايبوثيسيس كانت فولس، وايش؟ وانا قبلتوها. اذا وقعت في ايش؟ في خطا من النوع الثاني اسميه تايب 2 ايرور. طيب وعباره عن ايش؟ عباره عن probability of accepting a false null hypothesis. انا قبلت فقط شيء خطا. طيب الان راح اسمينه اسماء اخرى، اسمه الواحد ناقص الباور او البيتا. شوف هذول الواحد يكمل الاخ، واحد ناقص باور اند او البيتا، هذا اللي فوق يكمل واحد يكمل الاخر. هذا كان عندي الخطا، وهي كانت الثقه، هذا كان نورمال ديستريبيوشن، تمام؟ تذكرون الكلام؟
هاي منطقة القبول مالتي وهذا منطقة الخطأ مالتي يتوزع على الطرفين. طيب هذول ايش يمثلون لنا هذول؟ هذول يمثلون لنا اللي هي الفرضية الخاطئة اللي مرة قد أقبلها ومرة قد أرفضها. أنا إذا كانت خاطئة ورفضتوها فأنا ما عندي مشكلة، هذا يسمينه power of the test، لكنه إن من أنا أقبل فرضية خاطئة أقع في type 2 error اللي هو واحد ناقصا الباور، أو نسمينه البيتا، أو نسمينه false accept. هذا يشبه منه، ايش نسمينه الاسم الاخر اللي هو اذا كان عندي true positive false positive وعندي true negative، وايش عندي هوني ايش نسمينه هذا؟ false negative. يعني مثل منه هذا؟ يعني مثل ما واحد مريض، يعني انا كنت كورونا في بدايه هاي السنه ورحت عملت التست مالتي طلعوا لي نيجاتيف وانا كورونا، تمام؟ اذا وقعت في اي من الخطا، نوع من الخطا تايب 2 ولا تايب 2 2 انا مريضه طلعوني طلعوا وافقوا علي قال لي هو ما بدك شيء، اذا هو ايش؟ اذا هو فولس تايب 2 فولس نيجاتيف. اذا تعرفنا الان ايش معنى فولس نيجاتيف، ايش معنى فولس بوزيتيف، ايش معنى ترو بوزيتيف اور ترو نيجاتيف. هاي الاشياء اللي هي جدا مهمه، هاي حتكون عندكم اساس للمرحله الرابعه ان شاء الله بعد ما تنجحون السنه القادمه ان شاء الله. اكو اي شيء سؤال بيها ما واضح حتى اشرح لكم واعيد عينه؟ اكو اي شيء يعني ما واضح؟ طلاب جاوبوني، اكو شيء ما واضح عيني حتى اعبر اذا ما اكو شيء؟ واضح دكتورة، تقدرين تكملين. شكرا. احنا اللي يهمنا من هذا الجدول هو ايش؟ يهمنا التايب اوف ايرور اللي هو هذا التايب 1 ايرور، هذا هو اساس الدراسه ما نحن نبني عليها الاختبارات اللي احنا ناخذها ان شاء الله لاحقا. قلنا اذا رفضنا فرضيه وهي كانت صحيحه المفروض it should be accepted we say that type 1 error has been made، ورمزنا له بايش؟ بالرمز P. فاذا هذا P هو عباره عن type 1 error، عباره عن probability of rejecting true null hypothesis، وعباره عن عباره عن significance level of the test، هذا هو المستوى المعنوي للاختبار اللي عندي، وهو اسمه الفا واسمه فولس بوزيتيف. هاي كل الاسماء الخاصه بالتايب 1 ايرور. اذا ما هو البي فاليو؟ هاي قلنا نحكي عليها، قلنا هي هاي اللي دوخت كثير من الناس، ويعني دائما يعملون ورشات، يعملون ندوات، حاول بس يغيدون يعني يحددون او يفهمون الباحثين ما هي البي فاليو حتى لا يظلوا يخافوا منه وما يقبلون يشتغلون يعرضون عن العمل بالبحوث مالتهم، يخافون من هاي الشغله انه ما يعرفون يشتغلوها. طيب وما يعرفون ايش معناته اصلا، يعني ما يعرفون ايش يشتغلوها، لكن ما يعرفون معناته وما يعرفون تفسيره. طيب is the smallest value for alpha، اقل قيمه من alpha اللي هي ايش تمثل لي؟ تمثل لي for which edge dot can be rejected، يعني اقل قيمه ممكن ان ارفض الفرضيه، يعني اسمح بخطا مقداره اخذنا له بالنورمال ديستريبيوشن 5% وقلنا 95% ثقه، تمام؟ إذا هي أقل قيمة أسمح بها، أو هي اللي تخليني أن أرفض الإج نوت، أقل قيمة تخليني أن أرفض بها الإج نوت، وهذه هي تعطيني the precise statement about the probability of rejecting إج نوت، تمام؟ when it is true than alpha level. سابقا كنا إيش نعمل؟ قبل ما يكون عندنا هاي الكمبيوترايز موجود عندنا ونشتغل عليها برامج إحصائية ونطلع قيمة البي فاليو مالتها، سابقا كنا نشتغل يدويا، هاي الاختبارات اللي احنا ناخذها ان شاء الله لاحقا، كنا نشتغل يدويا ونطلع النتائج مالتهم، يطلع النتائج عندنا جداول ايضا هي يعني هارد كوبي يعني ورقيه، كنا ناخذها ونقارن النتائج مالنا على هاي الجداول ونقول عليها significant or not، يعني بس هذا نقدر نقوله او نقول اقل من هالقد اكثر من هالقد، لكن ما نقدر نحدد القيمه الدقيقه ايش قداتي لقيمه البي فاليو. بعد ما ظهور يعني وانتشار اكثر من ظهور، لكن انتشار الكمبيوترات عندنا هون عالميا وحتى عندنا، بداوا يحصلون على ما يسمى بالقيمه البي فاليو، القيمه الدقيقه اللي احنا نطلعها اكزاكت بروبابيلتي. هوني دائما قمنا نطلع السيجنيفيكانت، نحددها اذا كان سيجنيفيكانت او كانت نوت،
نطلع قيمة الـ exact probability لرفض هاي الفرضية when it's true. حنقرأ الآن هاي المناطق اللي حكينا عليها بالنورمال سيبيوشن، عندنا منطقة القبول، عندي منطقتين للرفض، وحنشوفها بعدين وغاها على شكل رسم. ما هي منطقة القبول؟ هي عبارة عن مجموعة من القيم، تمام؟ of the statistical test، إيش تقودنا؟ تقودنا إلى أن نقبل بالفرضية. يعني إذا وقعت قيمة الـ edge not mighty، أو عفوا قيمة الـ test mighty ظهرت عندي، لو وقع ضمن هاي الفرضية، خلينا نشوف لو هاي شوي نستعجل، هذا هو حيكون النورمال سوليوشن، تمام؟ وهاي هي منطقة القبول acceptance region for edge not، وهذه هي منطقتين رفض، هاي المنطقة الأولى رفض، وهذه المنطقة الثانية رفض، هاي وهذه القيمة أسميها critical value، هاي 91 أو plus minus 2 اللي حكينا عليها من الجهتين اليمنى واليسرى، وهذا بالوسط هو الصفر، هذا هو اللي ميولي هو يساوي صفر، لأن احنا نشتغل احنا على standard normal solution. طيب أي قيمة حصلها من التيست بعد ما اشتغل التيست وكمل وخلصوا التيست، طيب عندي قيمة معينة، هاي القيمة لو وقعت في أي منطقة من هاي المناطق الإي هون بهاي على أي هذا الحد هون عندي من ما بين هاي السهمين الأحمر، أي قيمة تقع في هالمكان هذه هتخليني إنه أقبل إيش؟ أقبل بالفرضية. طيب لو القيمة حصلت عليها كانت تقع بعد الكريتيكال فاليو، يعني بهالمكان هذه، تمام، أو المكان الأخرى، كانت بالبوزيتيف او كانت بالنيجاتيف، ايش راح اعمل؟ راح ارفض فرضيه الايج نوت واقبل بالبديله مالتي. اذا انا عندي تو هايبوثيسز حكينا عليهم، ايج نوت وايج 1، وحده منهم راح اقبلها والثانيه راح ارفضها. طيب ايمتى اقبل الفرضيه؟ دائما احنا نستخدم الايج نوت. ايمتى انا ارفض فرضيه الايج نوت مالتي؟ من تقع تكون قيمه الهايبوثيسز مالتي، او عفوا قيمه التيست مالتي تقع في منطقه الرفض الاولى او تقع في منطقه الرفض الثانيه، راح ارفض الفرضيه. لو وقعت في احدى هاي النقاط اللي هي ضمن منطقة القبول، شوف قد واسعة، هاي 95% هي اللي هي منطقة قبول او سميها ثقة، لو وقعت فتخليني راح اقبل بالفرضية. اذا ارجع مرة ثانية واقول acceptance region هي عبارة عن مجموعة من الفاليوز، يعني اكثر من نقطة، يعني شفتوا ايش قد مساحة مالتها، هاي مثلي 95% مساحتها كلش كبيرة، اي نقطة من هاي النقاط اللي هي ضمن هاي المساحة تخليني ان اقبل بالفرضية الايج نوت. طيب منطقة الرفض هي أن هي أيضا عبارة عن مجموعة من القيم اللي تقع على طرفي الكيرف، فإذا وقعت قيمة الستاتيكال تيست مثلا اللي عندي تقع ضمن هاي النقاط بالريجكتين ريجن، إذا أنا حرفض فرضية الايج نوت. الكريتيكال فاليو إذا قبل شوية حكيناها، قلنا هي هذه اللي هي تمثل لي 1.96 ممكن أشتغل على الزيت، أو تمثل لي بلس ماينس 2 إذا كنت أشتغل على 95%، تمام. إذ هي الفاليو اوف تيست ستاتستيك ذات سيبريت، اللي هي تفصل لي منطقتين، منطقه القبول ومنطقه الرفض، هاي اللي هي القيمه الحديه، نسميها القيمه الحرجه، هي قيمه حديه تفصل منطقتين، منطقه القبول عن منطقه الرفض، وهذه هي عباره عن تابعيه فاليو. هم يسبق ان ناخذها، اخذناها احنا سابقا من جداول، نتذكر احنا اشتغلنا بالنور ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، تذكرون من حددناها هاي 1.96 اخذناها عن طريق الصيغه اللي كانت probability of z اقل من تساوي لي a، تمام، او تساوي لي p، عباره عن يساوي 1 ناقصا p over 2 قلت هاي الصيغه تحفظ، يعني في نهايه اخر محاضره اخذناها المحاضره السابقه، قلنا هاي الصيغه عفوا تحفظ، ونقدر نحول مكان هاي p مره نعوض ب 0.05 ونحصل على 1.96، مره نعوض عنها ب 0.01 مثلا نحصل على مثلا 2.60 او 2.58 حسب بعض الجداول، ومره نعوض عنا ب 0.001 نحصل منها على قيمه 3 تقريبا بلس ماينس 3. طيب نرجع مره ثانيه الى حكيناها كل عيني، عندنا تعبير اخر اسمه التيست ستاتستيك. طيب انا قبل شويه قلنا التيست ستاتستيك هو اللي حنقارن نتيجته في هذا الكيرف. التيست ستاتستيك هو اللي حدد لي، شوفوا هاي كلمه التيست ستاتستيك هذه او ستاتستيكال تيست، تمام، التيست ستاتستيك او ستاتستيكال تيست، اذا كانت قيمته تقع في منطقه القبول فانا حقبل بالفرضيه، واذا كانت قيمته تقع في منطقه الرفض الاولى او الثانيه فانا حرفض الفرضيه.
إذا ما هو هذا test statistic؟ Test statistic هو عبارة عن mathematical expression of sample value which provide a base for testing statistical hypothesis. يعني أنا في عندي في الطريقة إحصائية وطريقة رياضية تخليني من خلالها أحصل على ما يسمى بالتيست تيست ستاتستيك أو نتيجة الاختبار الإحصائي. عندنا مجموعة من الاختبارات حنفصلها إلى نوع من الاختبارات أسميها. النوع الأول اسمه parametric test، النوع الثاني اسمه non-parametric test. ما معنى كلمة parametric أو non-parametric test؟ parametric test معناته أنه هذا التيست الاختبار الإحصائي أو المختبر الإحصائي يعتمد depend on parameters، يعتمد على parameter، يعني يعتمد على ميو مثلا، يعتمد على سيجما، يعتمد على proportion مثلا، هاي اللي خاصة بالpopulation وهكذا. إذا هذه إذا كانت موجودة عند parameters فهاي المختبرات الإحصائية اللي هي خلينا نقول Z test اللي حناخذه إن شاء الله الأسبوع القادم حيكون معتمد على هاي parameters. عندنا اللي هو طبعا هاي طبعا الصيغة القياسية، تذكروا احنا أخذنا آخر محاضرة الصيغة القياسية وحكينا عليها الزيت. وعندنا نوع آخر من المختبر الإحصائي اللي هو سموه تي تيست، وهذا هو عبارة عن حالة خاصة من الزيت، أيضا راح نتعرف عليها الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تعالى. وعندنا نوع آخر من الاختبارات اسمه الكاي سكوير تيست، وهذا أحد أنواع النون بارامتريك تيست. هذا ما يعتمد ما له علاقة لا بميو ولا بروبورشن ولا سيجما ولا أي شيء، راح ناخذ أيضا في تقريبا قبل آخر محاضرة. وعندنا أخيرا الإف تيست، هذا ما راح يكون من ضمن شوية صارت حركة بالتغيير الحركات، ما راح يكون ضمن دراستنا، فقط تتعرفون عينه. الزيت تيست ممكن يشتغل على جروب واحد أو جروبين، التي يشتغل على جروب واحد أو جروبين من المجامع البيانات، الكاي سكوير ممكن يشتغل على جروب او جروبين او ثلاثه او اكثر، تمام. والاف تيست هذا يشتغل بارامتريك، لكنه تشوفوني هذا كان بارامتريك تيست، هذا يشتغل فقط على واحد او اثنين، وهذا النوع من البارامتريك تيست يشتغل على ثلاثه فاكثر. هذا ما من ضمن منهاجكم فقط، بس حتى للتعريف. احنا منهاجنا حنكمل الزيت ان شاء الله تي وكاي سكوير. زين، لحد هوني اكو اي سؤال عيني حتى نلعبه بعد؟ أكو شيء ما واضح عيني طلاب؟ طيب. هذه الصيغة أنت من أخذناها أخذنا standard normal distribution، تذكروها الكلام إنه إذا if S X distributed normally with mu and sigma square then حتى نحول هذا X من normally إلى standard to standard حسب هاي الصيغة اللي هي أخذنا نوع هذا variable اسمه كان X، وضعته هوني، طرحته من الفاريبل مال الاكس مالتي اللي انا عندي، قيمه هذا الرقم اللي اعطاني وبالسؤال الميو، وقسمته على الستاندرد ديفيشن، وهذا حطيناه كواجب بينه وحليتمه ان شاء الله. طيب، هذا كان ديستريبيوتد نورمالي او ستاندرد نورمال ديستريبيوشن و0 اند 1، قلنا هذا الشيء ثابت. طيب، انا ما دائما انا عندي قيمه واحده مثل ما اخذنا بالنسبه ل يعني خلينا نقول درجه الطالب، وبعدين طرحتوها من درجة الطلاب من معدل الطلاب وقسمتها على الستاندرد ديفيشن اللي هو، وقدت هاي الدرجة ما تساوي هالقد، وقارنتها بعدين أخذنا درجة طالب آخر مثلا وقارنت درجتين الطلاب شفنا أيهم منهم أفضل وهكذا أو حسب المواد. أحيانا يكون السامبل مالتي عالي جدا، طبعا هاي الصيغة هي لقيمة واحدة، هاي الصيغة هي لقيمة واحدة يعني الـ N تساوي واحد، هون الـ X هاي قيمة تمام اللي هي قيمة واحدة، فالN تساوي واحد عليه. لو أنا كان عندي قيمة واحدة حستخدم هاي الصيغة، تمام. لو أنا كان عندي مجموعة قيم يعني السامبل مثلا ما أدي كان عندي 200 طالب، هل من المعقول أنه درجة طالب واحد واحد أنا أطرح منه عفوا، هل من المعقول أنه أنا أطرح درجة طالب أطرحها من المعدل الكلي مال الطلاب وأقسمها على السيجما وارجع طالب الثاني هكذا والثالث والرابع والخامس الى 200 مره اشتغل بها؟ الجواب هاي الطريقه مزعجه وطويله وتعبني كثير، اذا عليه احتاج الى طريقه اخرى انا استخدمها حتى اسهل علي العمليه. ما هي هاي الطريقه؟ حقول ما يلي، انه اساسا هي كانت الاكس مالتي، كانت شوف الان هذا الشرط الاساسي مالتي،
اساسا كانت الاكس هي نورمالي بميو ان سيجما سكوير، يعني لو ما كانت نورمالي ما قدر اشتغل على ستاندرد بالتاكيد، لان هذا ستاندرد هو خاص للنورمال. فاذا هي اساسا كانت الاكس هي كانت نورمالي بميو ان سيجما سكوير، تمام، هذا درجه الطالب الاول، تمام، هذه مجموعه الطلاب، خلينا نقول قد تكون مرحله ثالثه، هذول مجموعه 200 خلينا نقول طالب. طيب كل درجه طالب اخذنا درجات طلاب طلعنا لها ميو وسيجما سكوير، كل طالب قد يتوزع نورمالي بميو وسيجما سكوير، شوفوا الان، تمام. اذا ما دام اساسا هم كلهم تم هم نورمالي بميو وسيجما سكوير، فبالتاكيد افضل مقياس اللي من يكون عندي الداتا هي نورمالي، ما هو افضل مقياس؟ من اخذنا ديزيز اي واخذنا ديزيز بي والشغلات هذه حكينا عليها، وقلنا بالنورمال، قلنا افضل مقياس من يكون عندي الداتا هي نورمالي، اذا المين هو بالنسبه لي افضل مقياس؟ فعليه بدل ما انا اخذ طالب طالب واطلع له ستاندرد مالته، لا، راح اخذ المين لهذه الطلاب، كلش سهل علي، اطلع المين لهذه الطلاب، لهذه درجات الطلاب، تمام؟ هذا السامبل اللي اشتغلته له انا، طبعا هذا ما بوبيليشن، هذا سامبل، انا اخذته هو سامبل، تمام؟ مثلا اخذته 50 طالب من 200 طالب، او اخذته مثلا 100 طالب من 200 طالب، فاذا راح اخذ معدل هاي الطلاب، هذه درجات الطلاب اللي اخذتهم انا، راح اشوف انه هذا المعدل يتوزع بايش؟ يتوزع ديستريبيوتد نورمالي بميو ان سيجما سكوير اوفر ان. طيب ليش صار هذا الكلام؟ طيب تقارني هاي الصيغه مع الصيغه الاولى هوني. اذا كانت الاكس ديستريبيوتد نورمالي بميو ان سيجما سكوير، فالاكس بار ديستريبيوتد نورمالي ايضا، او نعم نورمالي وذ ميو ان سيجما سكوير اوفر ان، ليش صارت هاي سيجما سكوير اوفر ان؟ دكتور لان بالمعادلة لان بالمعادلة الأولى نحن عدنا إكسات، بالمعادلة الثانية عملنا إكس بار قسمنا على إن، يعني مجموع إكسات على إن، فلهذا إذا عملنا شيء بطرف المعادلة لازم طرف المعادلة الآخر هم يكون. نعم هوني أشمعك الكلام، أشوفكم فقط شغلة وشوفوها ليش صارت، بس الأخيرة هاي الصيغة الأخيرة عفوها ستا أو لا سيرا، خلينا نرجع عليها، بس حنشوف ليش صارت نحن سيجما سكوير على ان. يعني انا عندي من اقول ليش صارت اول شيء ميو، يعني انا قد اقول معدل ميو يطلع لي ميو، ليش طلع معدل ميو ميو؟ ليش ما هذا مقسمه على ان؟ هذا بغيت اطلع المين مالته، المين الاكس بار ايش عمل؟ راح اجمع المينز هذول مالتهم واقسمها على عدده، تمام؟ صيغة واضحة هاي ولا لا؟ من يقول لي صح هذا الكلام لو خطأ؟ أنا قد أريد أطلع المعدل لهاي الميو، معدل الميو طلع لي أيضا ميو، سوري، معدل الميو طلع لي أيضا ميو، ليش؟ أكو طالب يعرف يجاوبني؟ أكو أحد عنده فقط فكرة حتى لو خطأ ما يخالف؟ طيب حجاوب أنا، أقول ما يلي، إنه من أنا أريد أطلع المعدل لهذا الميو، أشنو ما أسمعك المعدل؟ وعبارة عن الصم مقسم على إيش قد؟ حتى أطلع المعدل مجموع العدد، صح لو لا؟ راح أقول مجموع الميو، تمام؟ أقسمه على عدده على هو على آلة الإن. طيب مجموع الميو، انا لما اجمع الميو، الميو ايش من هو؟ عباره عن كونستانت فقط رقم هذا، تمام؟ اجمع الميو هذولي مع كل واحد كلتهم واقسمه على عددهم. طيب sum of ميو اوفر ان ايش تعينه؟ sum of ميو اوفر ان ايش تعينه؟ يعطينا ميو. ليش؟ احنا نتذكر بالمحاضرة الأولى أخذنا رمز الصم، وقلنا الصم هو يعني التأثير مالته يكون على ايش؟ على الريال فاريبل، صح لو لا؟ طيب لو أنا قلت اجمعوا لي الخمسة ثلاث مرات، لو قلت اجمعوا لي الخمسة ثلاث مرات، شو تجمعوها؟ ايش حتقولوا لي؟ جاوبوا طلاب، اجمعوا لي خمسة، راح نقول انه خمسة في ثلاثة، واذا طلع المعدل راح نرجع نسمع. ممتاز قلنا خمسة في ثلاثة، ايش عملنا هوني؟ الخمسة كونستانت،
فمجموعة ثلاث مرات بدل ما أقول 5 زائد 5 زائد 5 هذا أقول 5 في 3 طعتني 15. اجمعوا لي الميو مثلاً N من المرات. ايش يساوي لي؟ راح يساوي نفس القيمة في 3. نحن راح نرجع نقسم على 3 فنرجع إلى نفس القيمة الأصلية. يساوي لي N في الميو مقسم أساساً كان على ميو، فتختصر ال N مع ال N فيبقى عندي ميو. يعني أنا هسه لو أنا خلينا نشوف شير معاك عفوا، فلو نشوف الشكل بشكل وايت بورد بس حتى تكون واضحة الأمور عندك. ما فتحت عندي وايت بورد. ليش محوني؟ طيب هسه ايش عندي؟ عندي مجموع الميو اشقد n من المرات، يعني i يساوي لي من 1 الى ال n من المرات، تمام؟ مجموع مقسم على العدد على ال n، صح؟ لما يطلع معدل الميو واحد اجمع الميو قسم على الان. هذه مجموع الميو n من المرات لانه ثابته هذيك على كونستانت n من المرات، هذا حيساوي ايش؟ حيساوي لي ايش؟ يساوي لي الان في الميو مقسم على ايش؟ عفوا سوري، مقسم على ايش؟ مقسم على الان، فالان مع الان راح تروح، هذه هي كان قلنا الان في الميو مقسمة على الان، هون الان راح تختصر مع هاي الان، يبقى عندي ايش؟ يبقى عندي ميو. هاي واضحة عيني؟ زين، هذه كملناها احنا، هاي كملناها، عرفنا ليش ميو، تمام. ليش صار عندي سيجما سكوير اوفر ان؟ ليش صار عندي سيجما سكوير اوفر ان؟ ليش اختلفت هوني؟ افتهمنا في ميو، ليش صارت ميو نفسها؟ لانه اختصرت بها وطلعناها. زين السيجما سكوير اوفر ان ليش بقت بها على الان؟ ليش ما اختصرت مثل ما كانت اختصرت الميو؟ الحقيقه ما يعني هذا الكلام اللي قاعد اشرحه الان، هذا كله ما مطلوب من عندكم، هذا فقط يعني حتى تفهموا الاطلاع فقط. الفاريانس الاكس بار، انا اريد اقول الاكس بار ديستريبيوتد نورمالي وذ مين ميو اند فاريانس، لحظه كلام، الفاريانس من الاكس بار، الفاريانس لهذا، الفاريانس الاكس بار ايش يساوي لي؟ يساوي لي الفاريانس، افتح الاكس بار حصير سم اوف اكس اي على ان، تمام؟ لانه فاريانس فكل شيء يطلع من تحت الفاريانس هو يطلع تربيعي، فاريانس هو تربيعي، وحسحب هاي الان لان كونستانت ما لها علاقه بالفاريانس، فمن تطلع بغا تاخذ التربيع وتطلع بغا، فصير 1 اوفر ان سكوير. يبقى عندي الفاريانس للسم اوف اكس اي. هناك علاقه تبادليه ما بين الفاريانس والسم. يعني الفاريانس للسم يساوي السم للفاريانس. كده هون بس عملنا عمليه القلب، وين قلبتوها هاي مكان الفاريانس للسم صار عندي السم للفاريانس. سم الفاريانس، الفاريانس الاكس اي ايش كان سميناه نو؟ الفاريانس اكس اي، هذا الاكس اي. ايش كان الفاريانس مالته؟ اسمه سيجما سكوير. فجيت عوضته هاي مكان الفاريانس اكس اي، عوضته بسيجما سكوير. تمام؟ رجعنا على نفس الطريقه اللي هي اخذناها مال ميو. مجموع السيجما سكوير هي رقم هو كونستانت، فحيقول مجموع كونستانت حيصير عندي الان في الكونستانت، حيصير عندي مكان هذا المقدار كلته الان في السيجما سكوير. راح نختصر هاي الان مع السكوير، يبقى عندي سيجما سكوير اوفر ان. واضحه عيني؟ طيب. ما يهمني الكلام انه هاي ايه هذا الكلام هون، هذا داخل المربع الاخر، هذا كله ما يهمكم انتم، ولا داخل عندكم لا بامتحان ولا مطالبين بينه. اللي يهمكم فقط انه هاي الصيغتين، الصيغه الاولى اكس سبيوتد نورمالي وذ ميو سيجما سكوير، وهذا التحوير ما اخذناه سابقا، هذا اخذناه بالنورمال سبيوتد ستاندرد. والصيغه الثانيه انه اذا عندي اكس بار، عندي مجموعه قيم لهم اخذ لهم اكس بار، حيتوزعون بنورمال، تمام؟ نورمالي بميو ان سيجما سكوير اوفر ان. الان اريد احول هاي الصيغه او هذا النيو فاريبل اللي واسميته الاكس بار، اريد احوله الى ستاندرد. هذا الاكس بار ما دام هو نورمال، اذا ممكن اكون هناك امكانيه احوله الى ستاندرد، اذا هو ما دام هو نورمال فاحوله الى ستاندرد. شنو احوله الى ستاندرد؟ راح اخذ نفس الفاريبل مالتي، هون الفاريبل اسمه
النيو فاريبل اسمه اكس بار، فحضر هون مكان اكس بار بدل مكان عندي اكس حط خليته هون عندي اكس بار ماينس ايش المين الخاص بينه هوني اسمه ميو، فناقص الميو مقسم على الستاندرد ديفيشن يعني جذر إيه هذا المقدار، تمام؟ جذر هذا المقدار حتى اجذره السيجما ممكن اطلع من التربيع لان هي من الجذر عفوا لان هي تربيعيه، لكن ان ما تقدر تطلع من الجذر ما بيها تربيع، فتبقى عندي سيجما اوفر سكوير روت ان. هذه الصيغه هي صيغه ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، وهاي يسموها الصيغه الاولى من الزد تيست نسميها زد تيست كونسرنينج وان مين، زد تيست كونسرنينج وان مين. راح ناخذ الان مثال عليها بسيط، وبعدين من خلاله ان شاء الله الاسبوع القادم راح نرجع نفس هاي الصيغه ونكمل باذن الله. اكو اشكال عندكم لحد الان بهاي الصيغه؟ احد ما فهم شلون صارت؟ يعني اللي يهمني من هذا الشيت يهمني فقط هذا المربع الاول، ومن المربع الثاني يهمني ايه هاي الصيغه اللي هو اكس بار ديستريبيوتد نورمالي بميو سيجما سكوير على ان، وتهمني التحوير مالته اللي هو الزيت اكس بار ماينس ميو على سيجما اور سكوير اوف ان. الان هاي الصيغه الاخيره شوفوا هاي الصيغه الاخيره لو انا اعتبرت بيها الان يساوي واحد ايش تحول لي؟ هاي الصيغه الاخيره لو اعتبرت بيها الان كانت عندي واحد ما كان عندي مجموعه قيم، عندي هاي الان قيمه واحده هاي حصير ان اكس، وهاي الان حصير عندي واحد. وين صبح ارجع؟ دكتور نفس المعادله الاصليه باستثناء ان بدل الاكس عملناها اكس بار. اذا هوني من اقول اذا الكيس الحاله العامه هي هذه، هي الحاله الخاصه وين n equal to 1 then when return لمن نرجع الى الكيس الاولى اللي هي الحاله الخاصه هاي من عندي يكون الاكس عندي قيمه واحده. واضح الكلام؟ نرجع على هاي الصيغه القياسيه الاولى حكينا عليها سابقا، واضح؟ اذا هاي الصيغه الاساسيه مالتي، وهاي هي الصيغه العامه والحاله العامه اللي عندي، والحاله الخاصه من تكون عندي when n equal to 1. فناخذ في المثال بسيط في البروبلم لاحظوا انه زيت تيست يسمونه هذا اللي هو اكثر من تسميه اسمه زيت تيست فور لارج سامبل، وبينه شروط احد الشروط راح نجي ناخذها ان شاء الله الاسبوع القادم فور ان لارج اند سيجما سكوير نون، يعني احد شروط الزيت تيست او القياس اللي خلينا نحكي عنه هذا ان تكون سيجما سكوير نون. ايه هذه ضروري جدا ان تكون عندي سيجما سكوير نون. السؤال يسأل is it reasonable to conclude that، شوف السؤال من واسع هون عندي السؤال conclude that a sample of n observations، أنا عندي n من observations، هاي observation لها mean اسمه x bar x bar و could هاي ما x هذا لها mean x bar could have been taken from population with a mean mu and variance sigma square. بمعنى الكلام انه هل انه هذا السامبل اللي انا راح اشتغل عليه هل هو ماخوذ من نفس البوبيليشن اللي هو ماخوذ من بوبيليشن اللي هو مين اسمه ميو وفارس اسمه سيجما سكوير؟ احنا بالتاكيد ما دام الداتا مقاسه وانا عندي سامبل، اذا كل سامبل له بوبيليشن ما يجي سامبل لوحده، كل سامبل له بوبيليشن، فيسال الان هل انه هذا السامبل اللي راح اشتغل عينه ماخوذ من هذا البوبيليشن صحيح، ام انه هذا السامبل النتائج مالته تختلف عن هذا البوبيليشن ما اقدر اعمم عينه، تمام؟ لو لا نجي الان سوليوشن. اول ستيب حنبدي اضع الهايبوثيسيس مالتي اند اتس الترنتيف. ايش حتقول الهايبوثيسيس؟ احنا قلنا تو هايبوثيسيس، الاولى اسمها ايج نوت والثانيه ايج 1، والايج نوت احنا نضعها حتى نرفضها او هي عكس ما يطلب السؤال، الايج 1 هو مثل ما يطلب السؤال. الان هاي الايج نوت تقول الديفرنس بتوين مين السامبل والبوبيليشن مين هذا جاي باي تشانس، تمام؟ ظهر هناك فرق ما بين السامبل، طلعتكم بشكل رموز ما تعطيكم شيء ارقام، بس هو بالسؤال حتعطيكم هذا الرقم وهذا الرقم والفاريس رقم، هذه كلها تعطيكم ارقام، وانا قاعد اشرحها بشكل رموز. طيب الايش نقص يقول؟ يقول انه هذا الفرق ما بين السامبل مين والبوبيليشن مين، الفرق بيناتهم هذا كان جاي باي تشانس، تمام؟ ممكن لو عدتوا دراسه مالتي حيطلع عندي تطابق بالنتائج مالتي انه هذا السامبل هو ماخوذ من هذا البوبيليشن وليس مختلف عنه. طيب الايش وين ايش تقول؟ تقول لا انه الديفرنس بين سامبل مين بوبيليشن هو جاي ايش؟ ريال نوت باي تشانس، ريال نوت باي تشانس. اذا وضعت الهايبوثيسيس مالتي بالطريقه الاولى، احنا قلنا نضعها بالطريقتين، طريقتنا التعبيريه هاي شكل منصه السؤال اخذته اللي يمثل لي هدف السؤال، واللي اعطاني هو بالسؤال هوني، تمام؟ خليتونه بالايج 1 وعكسه خليتونه بالايج نوت،
هاي اسمها null hypothesis، وهاي اسمها ال H1 أو نسميها alternative hypothesis HA. طيب راح أكتب الآن hypothesis مرة ثانية بشكل رموز حتى استفاد منه بالتطبيق الإحصائي مالتي. إذا راح يصير عندي ال H0 أنا إيش قطواني؟ قطو difference مالتي هو إيش by chance. إذا ما دام هو difference by chance معناته لا يوجد هناك difference، تمام؟ لما أقول لا يوجد هناك difference معناته difference مالتي by chance اللي صار عندي. إذا ميو تساوي ميو نوت، هاي ميو نوت وقيمة، يعني أنه أن المين لهذا السامبل، المين الخاص لهذا السامبل، طبعا هاي الميو لهذا السامبل أقصد بها هذا السامبل اللي هو بالتأكيد اللي هو مين خاص بينه اللي هو population، فحقول أنه هذا المين لهذا السامبل يساوي لي ميو نوت، هي هاي القيمة اللي أعطاني هي، بمعنى أنه المين population الخاص بهذا السامبل مطابق للمين اللي هو أعطاني وهذا population، تمام؟ هذه two population إذا كانوا متطابقين معناته إنه هذا sample مأخوذ من هذا population، وإذا كان two means هذولي ما متطابقين ما متساويين معناته إنه هذا ال mean population اللي هذا sample لا يختلف عن هذا عن المين اللي هذا أعطاني هو، وبهذا إنه هذا sample يكون ما مأخوذ من هذا population. طيب إذا hypothesis أصبح عندي ميو تساوي ميو نوت، ميو نوت هاي قيمة ضد الفرضية الإيج وان تقول إن ميو لا تساوي لي ميو نوت عليه. ما دام هاي الفرضية إذا ستيب نمبر 2 أنا أجي أضع التست مالتي ستاتستيك، هذا هو القانون قبل شوية أخذناه حصلنا عينه. بالمناسبة هذا المقام هو عبارة عن ستاندر إيرور للإكس بار للمتغير مالتي للمين، ستاندر إيرور هذا يسمونه الانحراف أو الخطأ المعياري، ما الانحراف هذا الخطأ المعياري للإكس بار. هاي المعلومات كلها متوفرة بالسؤال الجواب، نعم كلها متوفرة عندي، مجرد عملية حسابية بسيطة طبقتوها طلعت عندي قيمة الزيت. طيب هاي الزيت طلعتوها أنا إيش أعمل بيها؟ أنا طالب امتحن وأخذ إيش؟ أخذ له 40، الآن أريد أقرر هل هو ناجح أو لا، إيش أعمل لازم؟ لازم أقارنه مع قيمة، تمام؟ من إيش أخذ هاي النجح هو 40 من إيش أخذ؟ هل هي من 100 هو فير؟ ألا هو 40 من 40 فول مارك؟ يعني امتحانه، أم هو من 50 مثلا امتياز وهكذا. طيب حتى أقرع الطالب هذا نجاح أو رسوب أو ما هي درجته عليه لازم أقارنه بدرجة أخرى. طيب نفس الكلام هوني، أنا من حصلته على زيت وهي يسميها زيت كالكوليتد، هاي كالكوليتد الزيت هذه، تمام؟ هاي يسموها زيت كالكوليتد، قيمة الزيت المحسوبة. إذا لازم أقارن بقيمة أخرى أيضا، ما أقارنه لا بفلوس ولا بدرجات ولا لا، أقارنه بنفس الزيت لكنه هاي تابلت فاليو. التابلت فاليو من هي التابلت فاليو؟ قلنا ممكن ناخذها هون ابسيت فاليو، ما عندنا اشكال بها، نشرحها ان شاء الله الاسبوع القادم، اللي هي اخذناها من النورمال ديستريبيوشن وشفنا انه نقول هوني شوف الان بس لحظات شوفوا يعني لو طلعت ما بذكري هون ما اعرف ليش بالعرض القيمه الات 0.05 احنا ما قلنا تساوي 91 هي قيمه الزيت مالته، وقلنا كل قيمه تقع ما بعد 91 هي منطقة رفض، وكل قيمة تقع ما قبل 91 حسب الكيرف اللي رسمناه نحن هي تقع في منطقة قبول. فإذا كانت الكيرف اللي حسبتوها كانت أقل من هاي القيمة التابلت فاليو، هذا هو طبعا حد القبول والرفض مالتي، شوية يمكن ما أعرف ليش شكل صار، خلي بس ثواني يمكن إذا أسحبها. على كل إذا كانت سوري إذا كانت اللي حسبتوها أنا كانت أقل من هاي القيمة، يعني أقل من 91 بهذه المنطقة تقعوني، هاي منطقة قبول. وإذا كانت قيمة اللي حسبتوها زيت كالكوليت اللي حسبته أنا كانت أكثر من 91 إذا وقعت في منطقة الرفض، طبعا هاي كلها منطقة الرفض، وهذا اسمه جدول اسمه ريجكشن تيبل. هذا هو قيمة at 0.05 كانت 91، و at 0.01 كانت 58 أو قلنا 2.60، و at 0.01 هي 3. هون ايضا عندي درجات رفض، درجه الرفض الاولى طالب مثل اقول رسب، من اقول طالب رسب ما راح اقول رسب بشده او مقبول او متوسط رسوب متوسط وهكذا، لا رسب وانتهى الموضوع. اذا القبول مالتي عند درجه وحده هاي هي الاكسبت مالتي قبول with p more than 0.05 هاي قيمه البي، واحنا نجي نشرح عليها العلاقه انه هناك علاقه عكسيه ما بين البي والزيت، كل ما زيت تزيد شوفوا الان على جدول كل ما زيت الزيت اشبه البي في مقابل اعتقل. طيب اذا درجات القبول مالتي هي درجه واحده للقبول، اذا هي بي مور ذان 0.05 في الاتجاه، هي اكثر من 0.05.
عكس الاكس الزيت هشكل تزيد البي تمام. وفي حالة الرفض حيكون عندي درجات للرفض مثل ما أقول طالب نجح فأقول إما هو مقبول أو متوسط أو مثلا جيد جدا أو امتياز. هاي هي درجات الرفض مالتي. just significant هاي نسميها إذا كانت أقل من 0.05, highly significant إذا كانت أقل من 0.01, وvery highly significant إذا كانت قيمة الـ P مالتي يعني هو قد تقع. هذه هي just significant. حلو just significant هذه حدود highly وهذه حدود الـ very highly significant. أخيرا draw conclusion. طيب إذا هوني قلت رفضت الـ edge note فحقبل بالبديلة, وإذا قلت هوني قبلت بالبديلة فحرفض. إذا رفضت قلت الـ edge note أرفض البديلة, والعكس معناته إذا رفضت الـ edge note فأرفض البديلة عفوا أقبل البديلة. لحد هوني أكو أي سؤال عيني أو شيء ما واضح طلاب؟ أكو شيء ما واضح؟ شكرا لكم. إن شاء الله حنكمل الأسبوع القادم وناخذ التدريب العملي حول ما أخذناه من المحاضرة السابقة, ونكمل إن شاء الله على المحاضرة اللاحقة. شكرا جزيلا, بارك الله بكم. طلابكم سؤال أو شيء؟